زين ووصلت القصيدة عبيد؟ وصلت عمويا دون فضل البير رقوقاك بالحصيبة هذه وخيم تسلم. ويوم خيم هو حطاب مكاتل للحوم عبيد وحطاب عبيد بن رشيد والحطاب وجماعتهم وكل ما يقض القصير بالمدفع يبنونه بالليل وعجز عن حطاب ما مضى حطاب وجماعته. وش الحارة اللي كان ساكن فيها حطاب بالدوم؟ حارته هاللي تحت مالد هذا خرابهم. وش اسمها؟ ديرتهم خارجة ايه خربانة. هذه ديرة حطاب وجماعته ويتحارب هو وياه. قال مدام منكم يا انتم يا الحطاب والسلمان يقول عمويد يا الرجل وذبحتوا وقينا نبي نصلح بينكم مدام ما انتم مصطلحين حنا ديرة تعزنا عنكم حنا باكر مروحين لأهلنا قش على المخيم ما رمسان يحب لك يا حطاب تتقهوى عندنا الله يحييك. نعم سير على حطاب بعلم المسولفة كرمه ملا خروج الذلول شواشة يوم دور الشوشي عمله الشوشي ايه عمله خرجية واعطاه الشوف مرخمات بذهب هذه قال هذول هدايا للعيال ودفاف ومدري ايش. قال باسر تتقهوى عندنا عاد يا عبيد يقولها انت يا حطاب. نعم قال ما يخالف دم العيال نفوسهم كبران علينا حنا نرمي ما بنفوسنا ما جوه العيال غالبوا الحميدي. منهم عيال حطاب غالبوا غالبوا الحميدي اثنين ايه ايوه يا خي ذبح ذبايح وكرم انت حطاب وجاء يوم جاء قال يقوله عبيد الرجاجيله ترى غالب ما يفعل يجينا غير يغصبها ابوه لكن من يوم انه يحول ديروا اجتافات بهم وله بالسجيفه انت يا غالب وبروده بيده السجيفه مثل ما تقول على مثل ما تقول براس هذا النبع روشه يقول له منطر حنا يا الاولين. قال يا يمه عبيد غير يذبحنا على الطول لكن خلنا نذبحه. قال لا يا ولدي والله ما يصير. قال اذبحوهم محلهم. غصب حط غالب وخلاه يحول ومن يوم حول دروا الاجتاف بهم وش لك بطويلها والحايل ما يخلطون بالحبس يركسهم. حطاب وغالب حطاب وعياله الحمايدي وغالب ايه بالحبس يركسهم واللي حطاب يوم طب الحبس يقصد وهو بالحبس الشايب ايه. يقول يا الله اللي فوقنا معتلينا حنا ومن يرجي ثوابك حلانا حنا بلي رحمتك ما سوينا وحنا بلي فزعتك من عنانا يا بيض عدنا الملاثم علينا هات الملاثم سن وخوذ الحانة حط الخلخ إلى الذهب بيدينا وتجند بسيوفنا يا إنسانة اللي صار من زمن المحامل نشينا. وشو زمن المحامل؟ الأولين أهلهم الأولين إنهم يعني جيدين. نعم حنا ليه ما نصير مثلهم؟ أيوه اللي صار من زمن المحامل نشينا وحنا علينا حردهم وش بلانا يدري نسمى ملغيد لو ما درينا حفايظ اللي بقى من ورانا من قبل ما حنا بعز هفينا تفتحت بيبانها لقبلانا من عقب ما نطل خلايج وطينا اليوم بالرجلين كلن وطانا. وطانا وشلون يا عزاه وين ربوعنا الاولين عزاه وين ربوعنا الاولين اللي لضقت بنهم ذرانا اي ما هو تسالم اي نعم تسلم. يرد عليه ولده غالب وهم كلهم بالحبس يقول يا وانت يا وانت معيدا ضعيفة على دير خابرينا ورانا لا ولبس ينفع بسينا منيفة الغرس اللي فرعت بعدانا منيفة حوطة بستان قطعوها
لو البس ينفع بسينا منيفة هالغرس اللي فرعوم وهعدانا واليوم تمر الجسب عندي طريفة من عقب ما ناكل مذنب حلانا من عقب ما حنا ذراها وريفة اليوم نرجع عامل بغدانا ما نشهد ان عبيد جانا بحيفة ونشهد ان سلطن من سمانا من تحابر يومنا بس جيفة يعني أبوه انت تقول هنا وانا اقول هنا هو يريد يذبح عبيد بن رشيد وابوه حية من تحابر يومنا بس جيفة استجيف المنطر هو انت تقول هنا وانا اقول هنا واليوم يحطام ما بها طريفة هذا جزء ما تستحجه الحانة نعم يشامة مابوه وش لك بطويلها مات أبوه بالحبس غزا بن رشيد على ديرتنا هذه على رب الله ويوم غزا بغالب والحميدي معه ومحددين وعليهم وقاف ويوم صار الليل راح حطوا كل عصاه عباته فوق عصاه انهم يشربون كرمك الله وقف كل واجف ببارونه فوقه يتنا يقوم ما قام عبات مغزوجه قال هيك اليوم من حشيم ولبن شعلان ينذرون بن شعلان وبن شعلان يجرد عنزه من الشنبل وقاد الخيل الطارد والزغاريت والعرضات اي الرشيد اللي بوقته الحشيم متعب عبد الله ويوم انهم اصبحوا وقالوا والله ابن فعلان استندر الامور خربت وارسل على ابن فعلان انت يا متعب ان حنا غزو على اهل الشمال على بني صخر ولا انتم يا اهل علي صاحب حنا وياكم صاحب يقولون تلاقوا ابن فعلان وبن رشيد سلموا على بعضهم وكلنا نكفف بربعه وقال ابن فعلان هذا هالحيل يمن متوسط بالنفوذ وبن رشيد تتوزع شمر لهالها يخلونه بس هو الحضر نذبحهم وعلى ما قال ابن فعلان الحجهم ويوم شمر توزعت لهالها ويرطبها الحايل 40 اخوان اللي جوز أجواز إخوان بس من الإخوان 40 جوز اللي هم ذبحوا من هالحايل هذا من غير اللي ذبحوا هذا بس من اللي إخوان أي الشعلان هذا نايف أيوة أنت يا غالب عاد جل مع ابن شعلان قعد مع ابن شعلان وتكسف مجسم مع هالبدو تكسف اثمرها انه طابت نفسه من ركض مع البدو وينزل بالوشواش الوشواش هاللي بقريات الملح هذا نزل بنوا جهاوي شروا جمل يخطرون للغربية ياخذون ملح ويبدلونه بكثرة قمح وهم هالكرم يكرمون ولبهم خلال جوك مشاريج هالجوف هالجوف وهالسكاكة جوك مشاريج وعزمهم يا غالب ذبح لهم كرمهم قصد هاك القصيدة وارسلها ارسلها معهم الناصر بن زادر باللقايط من هاللقايط يوم يقول انت يا غالب يوم يقول يوم وفقين خيري هالنجايب عسس سعد بن حور هن يوم تلفون واللي اعتليت وتسنى عامل هرايب صبح الثلاثة الدير تلجوف تلفون واللي لفيت عند هاك النصايب حيذور اللي دي المطاية تعزلون من خوف يتيكم من السوق نايب يربط حديكم والمعازيب يرعون بالسوق يا ممشتن مر طايب صوب الشمال نزيل صلوا تصلون وحتى صليب لها ضيوف وطنايب وردهم اللي بالملازم يعيون وعلى الجواب يخذن الشرايب هو ليه اكرمين الحة تشتها تمون الصبح بسط السوق مثل الجلايب والعصر بسوق الغرير يتسامون وما مشوح حاضر انتقل غايب
ما هو ردان به مارماله يطيعون، والزوف حطوا به مزتسي ونايب، وحتى على شغروف بالحسي يلغون، مرمى عن قيبد أو طريز الركايب، ودون بن زاد ربالكم لا ضيفون، تلقوا الناصر لون حر الجذايب، ماكر ولا عمر المواشر يبورون، تلقون فنجال من البرايب زود على اللي بالمناسف يحطون، قل يا حيف اخو عينه يقولون شايب، لو هني من حط شيبه على عفون، ما رخصوا خسيتوا يا كباره وعصايب، لو خساره نقلكم كل مسنون، قل حنا لكم والجوف مثل الرقايب، نسفر عيون الضد وانتم تنامون، حنا لكم سيف شنيع وضرايب، ترطيبنا من طيبكم سان تدرون، حنا لكم قصر عذي الطنايب، نذريعنا بالبرد ونبسانون، لو مع الهيلة الدلالة التعايب، وبنصيع ولابته ما يلامون. سلامتك هذه لسانك. بنصيع وشو؟ بنصيع منه يا هالجو. لو ما يقول على هيلة الدلالة التعايب أو بتيعني المعازلة. المعازلة ربع له، ربع الغالب. وناصر؟ ناصر من القرش ينخاه. ينخاه. ناصر الجادر ما رد عليه ناصر. والله ما ادري لو رد، لكن سانه رد ما اعرفه والله. وشغروف من الحسن. هذول الغربيين من جماعه حطاب صديق. نعم. ومكسفن بهم بالرشيد ويرجلهم ومبشت الغبن ذابحه انت يا غالب عليهم. لقل انهم جماعة الله قبل. الغرير وش الغريرة؟ الغريرة السوق. سوق بن درع هذا. يقولون له سوق الغريرة. يوم دوره. يوم اللي عند المسجد عمر. عند المسجد عمر. قناطر هذا. يوم يطلعون من الصلاة يجلسون بها. ينخب بن زادر عاد. ناصر بن زادر. ناصر بن جادر يقولون ان سوثه ان القرشه بدت على بن رشيد وخرجهم وتساهم وعيا بن جادر يروح من عند بن رشيد، قال وش علمك يا بن جادر ما تمت مع ربعك؟ قال والله انا غير شان تنطيني الا نبيي له. قال كلش معطيك غير غالب. قال ما اعطيته. قال له لا غالب ما جيته. قال تدري يا بن جادر ترى منطيك غالب. رتبه وقامه غالب ونكسل ديرته اللي تحت مارب. وقوموا يسوون زهاوي ويكرمون ويسولفوا ربعه اللي يحبون بن شعلان. شوف للصبح وياهم اللي يحبون بن شعلان انت يا غالب. وش قال مشوح اللي ذابح اخوانه كبيريت وعزيل؟ ارتسب يم ابو الرشيد. قال يا ابو الرشيد. قال نعم. قال سانك رجال تريد حكم الجوف. ايوه. اذبح غالب. غالب مثل عظم الدسم. يوم تجدع يلتم عليه الذر. يلتمون جميع من يحب بن فعلان. يلتمون عنده. ما تبحر إلا أن يجيك العلم لأنه ابن شعلان بالجوف. يقولون وصاله ثاني وصاه وحبسه ما تعد بالحبس. مثل أبوه. لا يقولون بعد ما أدري وين غزابه مر هو. أنت يا غالب اصعد له له راس مرقابه وقام يقصد به. أنت يا غالب. يقول له وهني من نط راس الفريدة. وشاف الطويل وشاف خشم الضارع. الله يا عندي الغافل وعينه سيف شطير ويشطب الراس فارع. أخير عندي من ملاقة شريدة. صف النشامة عند قصر بن زارع. ودك خطات الشيخ تقطع وريدة. وتوسده لخليف سمح المذارع. وش خليف؟ خليف من الرحيبيين. ها الرفيج وخليف حطاب. رفيج حطاب. هو حطاب كلهم ضد. وشلون يا ابو محمد؟ يحبون بعضهم. بيوم من يثور بهالدخن يا اخو عيده. بيوم من يثور بهالدخن يا ابو عيده. يا اخو عيده. تلقى بها وضاح الانياب فارع. تلقى بها وضاح الانياب فارع.
أسلم. طيب وشريدة ابن زارع وش هو؟ شريدة من الزارع أظن. وش اسمه؟ من الزارع، من الزارع. إيه. وغافل جماعة غافل هو ضده صار. غافل حبوب في الأول. وهو بني عمه، هو بن عمه صار ضده. سواليف هالجوف بعضهن ما مكناهن، وبعضهن مكنا من ذبحة حسن وجاي مكنا. اي نعم. الحين السوق حارث من حارة الجوف ولا؟ اي شيخ، هو راس الجوف بعد يوم عزة يوم يهبتلهم، هو راس الجوف.